إذا للحديث عن اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال وأوضاع الأطفال في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أستاذ ضياء مرحبا بكم. العالم يستذكر ضحايا العدوان خاصة من فئة الأطفال، ولكن بداية كيف تقيم أوضاع الأطفال في العراق؟ لماذا لا يزالون يعانون من الانتهاكات المستمرة؟ تحياتي، السلام عليكم وتحياتي. حقيقة هذا البرنامج اللي أتوا به بعد الاحتلال بعد 2003 هذا برنامج مبيت للشعب العراقي من من فترة طويلة، ولهذا السبب يعني هذا البرنامج اللي هم بدأوا به يعني الأمريكان من دخلوا للعراق بذرائع كاذبة، بذرائع ليست لها أي دليل، وبعدين قاموا يتكلمون على الديمقراطية وإزاحة الدكتاتورية، وبالعكس مكان ما صارت الدكتاتورية إزاحة الدكتاتورية عندنا الميليشيات والخطف والنهب واستغلال العوائل واستغلال الأطفال بهذه الصيغة البشعة التي لم تحدث في أي بلد بالعالم، ولكن في العراق تحدث. العراق بلد غني، بلد يملك البترول، بلد زراعي، بلد عنده مقومات أن يكون دولة صناعية قوية في المنطقة، ولكن هذا البرنامج الذي عملت به الولايات المتحدة الأمريكية وأعوانها من البريطانيين وغيرهم وضعت العراق بهذه الحالة. نحن نعاني، الشعب العراقي يعاني من عدة أمور، ليست الأمور فقط على الأطفال. هسه احنا نتحدث عن الأطفال لأن هذا موضوعنا في الوقت الحاضر. نحن نعلم أنه نسبة كبيرة من الأطفال الموجودين في العراق لا يذهبون إلى المدارس لسبب كسب العيش. كسب العيش هي حالة اجتماعية كبيرة بالعراق، لأنه لحد الآن الحكومة العراقية المتنفذة في هذا الأمر هي يعني مسلطة على هذه الوضعية وتؤتمر من إيران، والإيرانيين لا يريدون الخير للعراق منذ زمان. يعني هذا حتى السياسيين هم يعرفون جيدا، وحتى هم من يحكمون الآن البلد هم يعرفون جيدا ويعون تماما ماذا تريد الحكومة ولاية الفقيه من العراق، لأنه لحد هذه اللحظة المتحكم في العراق من هذه الناحية، نعم الولايات المتحدة مسيطرة عسكريا وأمنيا من ناحيتها وحفاظ مصالحها في العراق، هذا هو صحيح، لكن القضايا الأمنية والقضايا الاجتماعية سلمتها إلى إيران، وهذه حقيقة. يعني بالوقت الحاضر هذه المراهنات اللي قاعد يصير بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هذه كلها يعني فبركة سياسية ليس لها صحة. من عام 2000 من 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 سنوات قديمة كنا نعلم، احنا من سنوات قديمة، انه قوى الشر هو العراق والولايات المتحدة الذي تقول هذا الشيء، هو العراق وإيران وكوريا. الحقيقة كان بس العراق اللي دخلوا على العراق ودمروه. إذا المشكلة هي تدمير البنية التحتية من الشعب العراقي، وأهم بنية تحتية من الشعب العراقي هي هم الأطفال، لأنه الأطفال لا يذهبون للتعليم. يعني إحنا قاعد نسوي طبقة أمية 100%، وهذه الطبقة هي صنيعتهم. طيب أستاذ ضياء، لو بحثنا عن أس المشكلة، تعتقد أن غياب التخطيط الحكومي لفئة الأطفال هذا العامل وحده هو الذي أسهم في تفاقم أوضاعهم على كل المستويات؟ هذا جزء كبير، وإنما الجزء الثاني هو أيضا له أهمية، المسألة الاقتصادية والاجتماعية. يعني هل معقول العراق من هذا البلد الذي كان يصدر المشتقات النفطية الآن يستورد المشتقات النفطية من دول الجوار؟ هل هذا معقول يستوردها من إيران ومن السعودية؟ يعني الأمر غريب جدا. يعني هذه العمالة التي ممكن أن تعمل بالعراق، المصانع التي غلقت بالعراق، وكثير من المصانع غلقت بالمئات، غلقت هذه المصانع. يعني حقيقة هي الطبقة العاملة أو الطبقة اللي هي متضررة من العراق هم ليست السياسيين وليست الميليشيات، المتضررة هم الناس البسطاء الذي يعيشون تحت رحمة هؤلاء السياسيين الذي أتت بهم الولايات المتحدة وبريطانيا
من الخارج، هم لا ينتمون للعراق حقيقة. ذول السياسيين الموجودين لا عندهم انتماء للوطن، على انتمائهم طاري إذا تكلم واحد من عندهم يقول لك أنا أستاذ إيراني، ضياء، انتمائي لإيران. على طار السياسيين، يعني ما الذي يمنع البرلمان وأي أيضا الأحزاب السياسية في العراق من أن تشرع قانون لحماية الطفل؟ على ما يؤشر هذا الإهمال برأيكم؟ والله إذا نشرح كل سياسي ناخذه على حدة بجميعهم، يعني بعربهم بأكرادهم بشيعتهم بسنتهم، تلقى هذه الطبقة السياسية كانوا من الطبقات الفقيرة المعدمة، والآن يملكون مليارات من الدولارات، يملكون عمارات في دول العالم، حتى في لبنان وفي إيران وفي الإمارات. هذه هي الأموال الشعب العراقي التي تسرق من الشعب العراقي ودمر الشعب العراقي كاملة. البنية التحتية دمرت من الشعب العراقي، احنا ما عندنا اي امكانية. يعني هذا الوضعية السياسية بالوقت الحاضر احنا قاعد نلاحظها، يعني هاي التيارات السياسية المتناحرة فيما بينها، ليست تناحرها على مود عندها برنامج سياسي او عندها برنامج اقتصادي او عندها برنامج اجتماعي، هذا الشيء لا يطرح من قبل هذه الجهات. يطرحون شعارات مذهبية، شعارات طائفية ليس لها علاقة بالواقع الحال بالشعب العراقي. هم يتكلمون في وادي لتدمير الشعب العراقي، يتكلمون عن ولاية الفقيه وتبعيتهم لولاية الفقيه. يعني حقيقة هم يبكون معرفا على أي سبب يكون، يعني هم يملكون كل شيء بالوقت الحاضر وهم المظلومين. مظلوم من إيش؟ شو مظلوم من منو؟ يعني انت ظالم الشعب العراقي وتقول انا مظلوم؟ لا، ناخذ هذا العامري ولا نور المالكي وحتى مقتدى الصدر، يعني اذا ناخذهم كل واحد على حده، ماذا كنتم قبل 2003؟ ماذا كنتم تعملون؟ والان كم تملكون؟ هذه حقيقه، هذه الاموال التي سرقت من الشعب العراقي ودمر الطفل العراقي ودمر المجتمع العراقي بأيادي خبيثة هي من ولاية الفقيه، توجيه ولاية الفقيه على لهذه على المجاميع السياسية لتدمير الشعب العراقي. بناء على طرحكم في يعني هناك دمار بالنسبة للعراقيين جميعا وليس الأطفال، ولكن لو ناقشنا الأطفال في المخيمات، إبقاء آلاف الأطفال في مخيمات النزوح كل هذه السنوات، هل هذا نفهم منه أنه يكرس للعقاب الجماعي أستاذ ضياء؟ حقيقة الموجودين في المخيمات أنتم يعني ذهبتم وعرضتم كثير من الأفلام عن ما يعاني الموجودين، البشر الموجودة أو الناس الموجودين في هذه المجموعة. لا توجد وسائل صحية، لا توجد المسائل الغذائية، لا يوجد تعليم، كل هذه الأشياء مشطوبة. معناتها أنه هذه المنطقة، أكو مناطق بالعراق يا أخي يريدون يعودون إلى مكانتهم، يعني إذا كانوا في المناطق كردية، وإذا كانت المناطق عربية سنية، وإذا كانت المناطق شيعية في المناطق مثل الكوت، حقيقة هذه المناطق هي برنامج سياسي، برنامج يعني تدميري، وقاعد يمشون به بصيغة واضحة. احنا هسه بالوقت الحاضر نسمع السياسيين الامريكيين والسياسيين البريطانيين يقولوا احنا يعني خطا عملنا الحرب ضد العراق. لا، هم ما خطأانين، قسما بالله هم ما خطأانين، هم عملوها ويعرفون هي هذه النتيجه. هذه العمليه مخطط لها للعراق، ليس الا لان اذا ندرس الوقائع وما يحدث بالوقت الحاضر ويساندون هذه الزمره السياسيه الموجوده في العراق، احنا نقولهم لا، هذا الحقيقه. واحنا نعلم ماذا كان في السجون الموجوده تحت رعايه الامريكان، يعني هذه السجون بدا التعليم بها، بدا المسائل القصريه، وبدا كل شيء فيها، الابتزاز وكل شيء بدا من قبل الامريكان. استاذ ضياء، بالنسبه للامم المتحده وبعثتها في العراق، لماذا يتراجع دورهم يعني بالنسبه لاطفال العراق كل هذه المدة، ولا أيضا يعني يتم أن تكون هناك يعني في جلسة لمجلس الأمن الدولي لا تبحث موضوع أطفال العراق؟ هل ترى أن الأمم المتحدة متواطئة مع الذي يحصل مع أطفال العراق بالنسبة للحكومات المتعاقبة؟ الأمم المتحدة يعني حقيقة هي خلقت على أساس تساعد المجتمعات الضعيفة حتى تأخذ حقها
من العالم، ولكن هي العكس، هي أتت هذه الـ يعني حتى مجلس الأمن إذا يصدر قراراته الدول ما تلتزم بها، يعني كثير من الدول ما التزمت بالقرارات. إذا نأخذ القضية الفلسطينية وإذا نأخذ أي قضية أخرى، يعني الولايات المتحدة الأمريكية رأسا ترفع حق الفيتو، وهذا كان قرار من الأمم المتحدة لأنه ما بيفيتو. يعني حتى هذا البرنامج ما تلتزم بإيران، بس إذا ما تلتزم به إسرائيل، وإذا ما تلتزم به إسرائيل، يعني معناتها المعايير مزدوجة، ليست هنالك معايير واضحة. الأمم المتحدة هي منظمة مسيرة وليست مخيرة في الوقت الحاضر، يعني هي تكتب التقارير، تكتب التقارير وتتكلم عن الوضعية الاقتصادية، لأن فيها ناس شرفاء يعني يتكلمون الحقائق ما يحدث، ولكن هذه الحقائق حقيقة لا توصل ولا لا توجد أذان تصغي وتسمع هذه. عبر سكايب من فيينا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لكم.